هذا المطبخ. والله استاذ هاي كل هذا طبعا هي من نقص الخدمات، يعني نقص خدمات هنا بهاي المنطقه. هاي منطقه الدواسريه تابعه لبهرز، ناحيه بهرز. يعني هاي المنطقه هي منطقه عريقه وشعبيه ومنطقه حلوه، بس نقصها الناس قامت تشيل خدمات، ماكو مي، ماكو غيرها، ماكو هاي اسلاك الكهرباء تعبانه، هاي غيرها، هاي غيرها، هاي الزبايل، هاي الوضعيه مال المايات بتشيح. احنا عندنا طلاب ونساء ونسوان يطلعان هنا يتشبحان، ناس اوادم كبار تطلع تتشبح هنا بالطيان وباوع. انت هسه تصور قدامك ودشوف ودشوف الحاله بعينك ودشوف الامور بعينك. احنا هذا يعني شيء واضح قدامك، كل هسه واضح قدامك. انت باوع هسه باوع هاي المنطقه امشي على طولها كلها نقص خدمات. احنا باوع المنطقه العرب اللي هم عرب بلطوا وسووا لهم وتروح على مناطق العرب كلها مبلطه ومسويه وهذه. احنا هاي بعدنا بقينا نقص، لا تبليط لا كذا لا غيرها، لا مجاري لا مي لا كهرباء، نقص خدمات، كل خدمات ماكو. كل يجونا بوقت الانتخابات، والله راح نجيكم، والله راح نسوي لكم، والله راح هيجي، والله راح هيجي، نشوفه بس بالانتخابات، والله الانتخابات بعد ما نشوفه. ليش ما تعرف؟ شنو السبب ما تعرف؟ يا بل يعني ما اعرف. يعني هاي المنطقه ما محسوبه على ناحيه بهرز، ما محسوبه على يعني على العراق او على غيرها. يعني منطقه هاي تشوفها كلها اهاليتها خطيه، ناس فقراء، ناس على قد حالها تعيش يوم بيومه. وهاي وانت تشوف هذا الوضع وهذا الامور شلون السوق غالي والوضع غالي والدنيا بدها تشوفها. ما يعني احنا على من نلتجئ؟ نلتجئ على الخدمات، نلتجئ على غيرها، نلتجئ على الكهرباء، نلتجئ على المعيشه، نلتجئ على غيرها، على من نلتجئ؟ وهاي الاطفال هسه هاي باوعها، هاي هنا خطيه بالطيران يتشبحون ويسوون بالمطار وبالهذي، ولما يروحون يوصلون للمدارس مالتهم الا هم شايفين الويل. والنساء هنا وقعن، والله ذاك اليوم مره هنا انشبحت هي وعباتها وهذه. يعني هاي يعني احنا وين صرنا بعد؟ ولي وين راح نوصل؟ زين هاي كل هذا نقص هذا الخدمات، كلها نقص هاي المسؤولين اللي هسه هم كانوا يوعدونا بالوعد. صار 20 سنه سووا صار 20 سنه، 20 سنه كلها نقص خدمات وغيرها وغيرها وغيرها، وبس وعود وبس وعود، وكل شيء احنا ما استفادينا، وكل شيء ما حصلنا لا من خدمات ولا من شيء ولا من غيرها ولا من كل شيء. ماكو كفيلك الله. واسال المنطقه كلها، منطقة هاي موجودة كلها. زين باوع هسه على هاي المنطقة كلها، باوع عليها وصورها، امشي وصور. شفت هسه انت مشيت على هاي المنطقة شفتها كلها مايات وافاعي وعقارب وغيرها وغيرها وغيرها. هاي تجينا علينا احنا لبيوتنا، طب لبيوتنا احنا هنايا. والله انا قاتل تقريبا اربع حياية خمس حياية قاتل بالبيت، انا على عقاربي طب لنا كله مني ايش من ورا هاي المايات وهاي الزبل وهاي الغيره وهاي نقص الخدمات اللي وعدوني وعدون بيك، وكل شيء ما يعني كل شيء ما مستفادين. منازل ومدمره الناس ومدمره العالم، وشوف كلها شغلها واقف، كلها عملها واقف، وكلها بتطاع عليها ناس تعبانه هلكانه كل شيء. والله العظيم هسه بهاليوم بتطاع على الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة حي العروبة تعاني من الخدمات وتعاني من التبليط، ماكو هاي الوضعية شوفوها. زين كهرباء تعبانة، والماي يجينا بالشتاء زين، بالصيف لا والله تعبان الماي بالصيف. زين وكل هاي الناس تعاني من الماي بالصيف وشحة الماي. زين ومنطقتنا تعاني من هواي خدمات، يعني زين كهرباء تعبانة،
زين، وهاي شوفون بعينكم مد عينته ما مده كليتها زين، طين وماي وشياح زين، هاي كله الطين قدام بيتي وهاي الوضعية كليتها زين. هاي حصر على الجهال يلعبون بالباب ما يقدرون يطلعون حق الباب زين، هاي نركض ورا الجهال خاف يطينون خاف يتمرضون ورا هالطين وهالماي الواقف بعض بيوتنا، ما جانا مسؤول لا جانا احد. عيني هاي منطقة بهرج، هاي الدواسر ما بيها لا كهرباء ولا مي، وش اسمه الشوارع ما مبلطة وطين الا مطرت، والله ما نقدر نطلع صحيح يعني، والله ما نقدر نطلع. وعلى اساس جو يريدون، على اساس قالوا لنا نريد نبلط باكر نجي، ما بلطوا ما جو يعني. اي هاي هاي منطقة الدواسير، والله ما تقدر تطلع، الا صار مطر والله ما تقدر، سيارة ما تقدر تطلع الا رجالي، والله ما اطلع، والله ما طالع بيها غير تريد صدق، والله ما طالع، لا 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 نواب ولا مسؤولين ولا كل حد، ما حد يجينا. مجاري من العام سووها وتبليط ماكو، قالوا راح نجي نبلط لكم، وراحوا بعد ما جو. هي البساتين تعبت بسبب المي، المي تعبت بها لانه المي مسدود، المي ماكو مي يوصل لهن فتعبت. تعرف الامطار قليله، بسبب الامطار الامطار قليله قامت ما يجي مي للبساتين، فتحولت البساتين قسم، احترقت البساتين، عافوها اهلها هجروها البساتين لان مي ما يوصل لها، ما يقدرون سبوبه عيشه يعيشون من عندها البساتين، فانتركت صارت من ضمنها بيوت قطع اراضي، هيك صارت حاله البساتين حاليا. متأثرة شيء أكيد، لأن هي كانت سبوبة عيشتهم إنه على البساتين، تعرف برتقال والباقي الرمان تفاح شغلات كلها كانت بيها موجودة، سببت كلها سبب المي، المي دمر إنه الزرع كله اندمر من وراء المي. صارت قطع أراضي هواية، صارت كثيرة، صارت مو يعني مو كلش قليلة، صارت كثيرة قطع أراضي بيها بسبب المي، لأن مي ماكو. أبو البستان يحير شي يسوي، مي ماكو شلون تعيش البستان مالته، تخلي وتموت البستان مالته، فهذا السبب الرئيسي، السبب المي. كانت بهرج اكو مي، بساتين عامله خير من الله زين، يجي موسم البرتقال الفلح كلها يعني للبساتين، ينتهي عندهم مارد فلوس، ينتهي فلوس البرتقال تجي فلوس التمر، وهاي كانت الحياه هيك عايشه يعني. بس بعدين من قل المي خلاصان انقطع، دياله ما بيها، البساتين ماتت، صارت مال داعش هم هنا من دخلوا بعد ما حد قدر يدخل، هذا الاسباب لذة البساتين. هسه حاليا البساتين اكثر تصير بيوت، بقت بس الجوة على دياله. اي عندنا هنا شطاني مال جديد، زيتونه، هذا اللي بقى البساتين عامره، الباقيه كل هاي اللي تشوفها انت قدامك يعني. هاي بستان هسه، هاي بستان كانت تذبل هيجي 4-5 تنون، هسه بيش ما بيها، هاي الوضع يعني. هسه اذا عندك وصله صغيره تريد تسقيها بالصيف يعني كل شهر 60,000، هي والدها ما بيها 60,000. شيء ثاني، هذا البرتقال عندنا ده يتصوب، ده يصير بيه مرض، ده كله بالقعده يطوش ويروح، والمستورد اغلى منه.
بوهرز خدمات سوالنا مجاري، سوالنا مجاري بس تعبانه يا اخي. هاي المال مطرت لحد الان بو حاطين صفر، خدمات صفر، كهرباء ماكو، تعبانه تمام، كهرباء مجاري مالتها سوالنا مجاري بس ما تفيد. يابا هاي المنطقة اللي تشوفونها هي منطقة تعبانة، إيه شوارعها سووا مجاريها وعافوها من العام، يعني ما بعد ما رجعوا لا بس قص جريدر يقصها العالي على الناصي عمود، لا سيارة تبرك لا برجيك واحد يمشي ماكو، وهاي تكرم هاي الزبالة ذابينها من يم السوق والإيجار كلها تذب هناك، وتجي البلدية تشيلها طلع ريحة تكرم حيايك بيها تصير كل شيء يصير بيها. وانتم بعد ناشدكم من شو كنت انت هنا؟ انا صار تقريبا بال 15 8 سنين صار لي بهاي المنطقه. المنطقه نفسها؟ نفس المنطقه، كل ما كل شيء ما سوى غير بس سوى مجاري، والمجاري على حطتها بعد كل شيء ما سوى. اي والله اوصلهم على اطلع منها اقودها قوده واوديها المدرسه، وبالجاي اجيبها. هاي عندي بنيه صغيره بقت هاي ها كلها مو بس هاني، يعني المنطقة كلها كل من قال جهالي يودي ها بالمطار، لأن ضرب تزلق وتوقع ضرب تعبان. هاي تفتح السياحة كل شيء يلا صوتنا مضخر صار أسبوع مناسب مضخر. هاي شوف مالها أنا مضخر بعد المجاري هو جاب هاي منطقة حي العروبة ناحية بوهرز. قامت دائرة المجاري في منطقة بوهرز أو ناحية بوهرز بمد شبكة للمجاري، وتم العمل على أتم وجه بجهود مهندس الصباح الموجود بالناحية والخيرين الطيبين. المنطقة كانت تعاني من مشاكل كبيرة، عندنا مناطق هواية تترسب بها المياه، والطرق مالتنا تعبانة، مجاري ما عندنا على مد سنين، صار عشرات السنين ما أقول لك سنتين وثلاثة، النصبة المجاري، النصبة الشبكة مال العواميد. لكن بعد هذا بعد المجاري وبعد الأسلاك مال الكهرباء ظلت المنطقة تعاني من عدم تبليط الشوارع. ليش دي يصير هذا العطل بهاي المنهولات اللي دا تندفن المنهولات؟ شو تيجي تسوي دائرة المجاري؟ تروح يومية بمكان لأنه ماكو تبليط. هسه شوف عن هاي أهالي هنايا دا ننظف بهاي المنهولة وده نطلع من عندها الطين حتى لا ينسد الخط الناقل. عجزنا من الدولة، قمنا نقوم بأعمالنا بيديناتنا، داعيك عن باقي الخدمات الباقية. كهرباء عندنا بوهر الصفر كل 4 ساعات، الخامسة يلا تجينا ساعة أو يأخذ من عندها 10 دقائق. شغلتنا يعني حيل تعبانة. أبو المولد لم وفر له غاز ولا ده يريد يعني يأخذ راحته يشغل لنا ذهبي مربوطين طول 10,000 او 8,000 يقول للامبير، غاز ما عنده ابو المولد، الدوله ما تنطي غاز لابو المولد، واحنا اطفائنا قوي وهاي الوضعيه. من يجي علينا الشتاء بهاي المنطقه سم، النساء تشله والاطفال مشوله على الكتافات. ليش؟ شوف هاي المنطقه انت شوفت عينك السامن القاع يابسه، ليش هاي هيك التقصير بهاي المنطقه؟ يعني هي كملت المجاري، احنا نحتاج التبليط، نحتاج بعض الخدمات، مي بالصيف ما نشوفها ابد بعيوننا. واحنا دولة غنية مليئة بالثروات وبدنا نصدر نفط والحمد لله والشكر.
المي. بالنسبة للبطالة، البطالة هنا الشباب ما لاقي أي فرص عمل، لأن ماكو لا قطاع خاص ولا قطاع عام. ومثلا عندنا مصانع، احنا بالنسبة للعراقيين عندنا مصانع، المصانع هاي لو تشغل هاي الشباب الفئة أحسن ما الشاب يظل يمارس، يروح انه يتاجر بالمخدرات أو بالأموال أو أي شيء، يروح هناك هاي الطاقة كلها يفرغها هناك. بالنسبة للدولار، بالنسبة احنا اللي زرعنا يعني زرع نقول عراقي مو مستورد، والله لو مستورد هم يغلى، يتعاملون بفلوس العراقي. بينما المواد الغذائية يعني ابو العمالة ليش يريد يشتغل؟ يشتغل ب 25,000 ب 20,000 يعني شي يجيب مثلا؟ اذا يريد يسوق همين ب 10,000، اجهاله ما يردون. بالنسبة يعني الفقر هنا الشباب ما محصلة اي شغل يعني. وبالنسبة يعني نتمنى انه من الحكومة تنقر الموازنة، بدنا نشوف يعني، لان ابو المتقاعدين على اساس اكو رواتب تزيد، الرعاية الاجتماعية على اساس تزيد، فرص عمل كالمحاضرين والهذي والعقود وكليتهم. فنطلب من الحكومة انه الموازنة يعني تنقر.
يعني ليش هالمماطله ولا لو كل من يريد ياخذ حسته ويبوقها يلا تنقار ليش يعني مثلا ما بالنسبه للجنه الماليه اذا تقول اللجنه الماليه انا دا طالب الرئيس رئاسة الوزراء بانه يدزونا يعني الموازنه يعني المفروض هي من شهر الواحد مقروره الموازنه المفروض من شهر الواحد مقروره بالنسبه لدول اهميه الخطيه المفسوخه عقودهم والفاحصين سنه 2017 و18 ذولا خطيه والله كتلهم الجوع يعني كتلهم الجوع في الدور لازم هم يعني تنقر الموازنه لان شغلتهم مربوطه بالموازنه يعني نطلب من رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني انه يستعجل بالموازنه لان اذا انقرت الموازنه الرواتب مال المتقاعدين حتزيد المحاضرين حتزيد فلوسهم وبالنسبه يعني الدينار العراقي يعني قام للراتب العراقي يعني كل اذا يستلم الموظف 750 اذا يروح يصرف اوراق كلها 3 اوراق 4 اوراق يعني ما له اي قيمه للراتب فللمتقاعدين اول شيء اذا يعني قلت لك الموازنه اذا تنقر المتقاعدين المحاضرين ذولا بعد قراء المقاييس ذولا العقود 315 يعني هسه المتقاعد اكو متقاعد يستلم 500000 شو تكفي 500000 بالشهر يلا بس سولف يعني شو تكفي انا ناس اعرف واحد متقاعد يستلم 500000 يشتغل يقول ما تكفيني ال 15000 ال 500000 يعني عنده جهال وعنده اشكال يعني شو يصرف للجهال يعني مثلا الجهال ما يراد له مصرف ما يراد له واللي عنده طالب كليه واللي واللي يدفع له فلوس بالكليه مثلا مسائي او اهلي فنتمنى من الحكومه انه تقرر الموازنه وتستعجل يعني كذلك هي اللجنه الماليه يقول اكتملت وانتخبوا لجانها بدا يطلبون من رئيس الوزراء انه يقرون الموازنه بس اي استجابه ماكو والله عمي هذا المستوشف ما بيه دواء هذا المستوشف ما بيه دواء لا اوبر بانشالين لا باندج لا حبوب ولا كل شيء مستشفى فارغه لا بيها دواء لا بيها مستوشف فورز اروح عليهم هم ماكو كل شيء بيديهم شكو بيديهم غير يم الله ويم الحكومه الكبار يدزوا لهم دواء اجي عليهم باندج ما عندهم خطيه حبوب ما عندهم اوبر بانشالين ما عندهم يعني وين الحكومه الجديده قالوا جودنا الرواتب وين هالرواتب كذبوا علينا وين تخدير اعصاب هاي شنو انا 30 سنه انا خادم الي 400 دينار يعني 400000 شنو لا دواء اكو لا اوبر اكو لا حبوب اكو لا كل شيء ماكو ما يصير هل هلا بالحكومه خلي يدارونا خلي هل هلا بالشعب يديرون بالهم على الشعب الشعب مات من الجوع يعني متنا من الجوع شنو بطل زيت ب 3000 دينار شنو كيلو كمان ب 1000 ونص الشبعان ما يدري بالجوعان ما له لازم الشبعان ما يدري بالجوعان الله ما يقبل حرام عليهم هم شبعانين واحنا ما شبعانين ما يصير يا عمي الله يحفظهم ما يصير الله ما يقبل يا رئيس جمهورية اللي يجي جديد زاد الدهن زادت المواد يا وزير اللي يجي الله يحفظه ويحفظ أمك محمد ويحفظ الإسلام زاد المواد زاد الدولار والله يا عمي الله ما يقبل محمد وينك تروح ماكو هاي مستشفى فارغة هاي المستشفى فارغة هم لا الدكتور واقع بشي بيده ولا المضمد واقع بيده شاريهم المضامدين والدكاتره المستشفى ما بيها رحت عليهم ذاك اليوم مستشفى عام دياله كلها لا بيها باندج لا بيها حبوب لا بيها اوبر بانشالين لا بيها خليت 3000 دينار ورجعت كل شيء ما عندهم هاي ام الصيدليه قالت شوف حجي كل شيء ماكو بالصيدليه زين ما يصير يعني الله ما يقبل محمد ما يقبل عليهم لا يعني خلي هل هلا بالشعب يعني هنا ياكو 50000 50 واحد هنا معوق بورج ما حد قال له انت شنو بورج تضررت تدمرت زين بورج تدمرت لا كل شيء ماكو هذا الدول يا حكومه تجي جديده زاد الدولار زاد الدهن زاد التمن زاد شين حذاء ب 2000 دينار صار ب 10 والله احنا وضع بورز يعني كهرباء صار لنا تقريبا
فوق الثلاث اشهر كهرباء ماكو. يعني تجينا ساعة كل ثلاث ساعات يلا تجينا ساعة. والماي خو ما شاء الله يا ربي يجينا سيان على حاله، يعني ماي ماكو، كهرباء ماكو. عمي ابو المولد 15 امبير لو يشغل لك كل يطفي ثلاث ساعات، شو يصير عم المولد؟ ابو المولد يدور على الغاز، غاز ما ينطون، كهرباء ماكو، احنا وين ننطوج هنا؟ وين نروح؟ وين نسوي؟ مدير الناحيه متفق وياهم كل اسبوع يجمعهم على هال هالشغلون، على ها ما ادري شنو، خلينا نشوف لنا صوره حال عمي. والدولار بالدولار بالسبعين صار بالمئة وسبعين فوق المئة وسبعين. احنا الفقير منين يجيب عمي؟ ابو العمالة يشتغل يوم يده 25 اللي فيه، ما ادري للطبيب، ما ادري للإيجار، ما ادري لابو المولد، ما ادري يجيك ابو الكهرباء، هي كهرباء ماكو يدور لمنا 25 الف دينار، منين ينطي 25 الف دينار ذا هي كهرباء ماكو؟ كانت خريسان مايها كل جيد بحيث المي الوصلة لنهاية ثلاث مرات. هسه يعني صار لها ثلاث سنين او اربع الفلاحين من يشغلون؟ دياله ما تقدر توصلهم مي للبزايد الا ما رب اللي عنده مطاخات على دياله. يعني البزايد بوهرز ما يقدر يزرع له دونه من محاصيل حنطه او شيء. لانه هذه خريسان شحت المي ما يوصل للمشروع. ما يوصل للمشروع. ده يحطون اهل المشروع فلفل عليهم يذبون مي على خريسان بس ما يكفي لانه مساحات شاسعه كلش هناك. هذا جانب، الجانب الاخر الاسمده الكيميائيه يعني ما متوفره بشكل كامل، واذا توفرت غاليه. قبل الاسمده والغاز مدعوم من قبل الدوله. الفلاح من يودي انتاج للسايلو يعاني ميت مشكلة، يعزف عن يودي للسايلو لأنه يبقى يومين ثلاثة للسيارة مالته على السايلو، لو يستلموا لو ما يستلموا. والله كان متوفر كلش بثمانينات، غير كان متوفر كلش. يعني احنا كنا تجينا الترينات مال الاسمده ونوديها للقرى الفلاحيه، ثق بالله نوديها للقرى الفلاحيه وبسعر مدعوم ويجمعون المبالغ بعد حين. يعني هذا الاسمده. الشيء الثاني المبيدات الزراعيه، والله طائرات تطلع تكفي، طائرات وقت الكلب والحنطه والسعير، طائرات تطلع تكافح للأدغال وحتى الحشرات. يعني أما هسه لا، هسه خريسان يمكن أربع سنين أو ست سنوات ما بيهم. يعني حال خريسان أنا صورت نوبة وصورت على الفيس، حال خريسان يعني ساقية عادية، ساقية فما توصل للمشروع يعني.
طبعا احنا اصحاب محلات تجاريه، بدت مشكلتنا بالاسواق او عموما بالسوق مع صعود الدولار. يعني احنا عندنا معاميل وعندنا زبائن يشترون من عندنا، واحنا على رجلينا وهاي حياتنا اليوميه عايشين والحمد لله والشكر. لكن مع صعود الدولار اصبح الزبون يعني بخوف شديد من يعني انه ازدياد سعر السلع خصوصا الغذائيه، لانه هاي لها تماس كلش كبير مع حياه المواطن، لانه بدون تمن بدون دهن بدون البيض بدون هوايه اشياء ما يقدر يعيش، لان هنا ذن الاستهلاكيات اليوميه. يعني سابقا كنت اصرف باليوم ما يقارب كرتونتين بيض، يعني حاليا انا ما اصرف لنص كرتون. ليش؟ المواطن كان ياخذ طبقه كامله لما كان سعرها 4000 4000 ونص، حاليا ده ياخذ 4000 او 3000 بعض المحلات، فهذا قلل من الاستهلاك مالتي. انا تضررت طبعا، اضافه المواطن هسه يعني ما نقول في مجاعه ولكن هو شبه في مجاعه، يعني ما كان مكان يصرف باليوم خلينا نقول 10 15000، هسه ما دا يصرف له 5000. ليش؟ يخاف، لانه ما يعرف باكر ايش راح يصير. لذلك احنا نطالب يعني رئاسة الوزراء، الحكومة عموما هم كليتهم المسؤولين، انه يعني ينقذون المواطن من هاي الحالة اللي عايشة حاليا، لانه لربما هم ما يحسون بده يصير بالمواطن، هم خلف الكواليس يعني في برلماناتهم في قصورهم في ما 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 يشعرون بالمواطن. اما انا كأبو محل لا والله عندي شعور كلش قوي. يعني أنا أول البارحة حتى يعني أصبحت في انزعاج يعني كلش قوي، لأنه أنا دا أبيع للمواطن بس المواطن مسكين، يعني أنا أنقهر على المواطن. أنا صح أخلي ربح قليل بس كذلك ازدادت السلعة علي. أنا كنت أشتري مثلا 5 قوان تمن 10 بيض 5 كراتين، هسه ما دا أقدر أجيب كارتون أو كارتونتين لأنه ثاني يوم دا يزيد السعر أو دا ينقص ما أعرف. لذلك نطالب أنه ينتبهون لهاي الحالة ويحلون هاي المشكله سريعا. طبعا ياثر طبعا ياثر، ارتفاع الدولار ياثر علينا يعني عامه على السوق كله. يعني اما يعني انت على اللحوم، اللحوم اثر عليه ارتفاع بالاسعار مو طبيعيه. يعني احنا كنا نبيع اللحم ب 14 وب 13، العجل نبيعه ب 12 وب 10 نبيعه ب 12 الشريح. هسه اختلفت الامور، هسه الغنم صارت عندنا ب 15 وب 16، العجل ب 15 ب 14. يعني ياثر السوق، انا اقول لك ياثر ارتفاع الدولار على السوق، ياثر ياثر طبعا ياثر، ارتفاعه مو بصالح المواطن. انا اقول لك والله انا يعني اقول لك يعني 70%، يعني انا احكي لك يعني عامه على المنطقه مو عامه على المناطق الاخرى، يعني بس احكي لك على منطقه بوريز، يعني اكو فخر بها. يعني انت لا تاخذ الارتفاع الدولار او الاسعار العاليه على يعني ضوء السوق او ضوء اللي يتمكن، يعني اللي يطلب له وارد يوميا. انت احسب العامل اللي يشتغل ب 20000 يجي ياخذ لحم ب 15 من سابع المستحيل. انا اقول لك لانه ما تكفي المصرف مالته، وهي مو بس اللحم، اللحم مو مشكله يعني اللحم يقدر. انا اقول لك هواي 70% الناس استغنت عن اللحم، ما تقدر تشتري لحم غالي. انا اقول لك غالي، انا قصاب واشتغل واعرف يعني الارتفاع يوميا، يرتفع الدولار وترتفع الاسعار. اما بقيه يعني هي مو مشكله اللحم، لكن مشكله المخضر، مشكله عندنا المواد الغذائيه، يعني عندنا السوق كل ارتفاع صار بي يعني ياثر على الفقير. يعني اقول لك 90% ياثر. انا اقول لك والله بورز يعني يعني عمل ما اقول لك يعني بها يعني كل من مثل ما يقول هو حاجز جماعته ويشتغل عماله، العماله ما بها شغل. يعني العماله شو تسوي؟ يشتغل لك يوم يقعد اسبوع، اسبوع ما راح تكفي لا مصرف له ولا مصرف عائلته ولا، واحسب الايجار واحسب مثلا الكهرباء والمي، يعني هاي ما يكفي 20000 25000 شو تسوي لي؟ ما مصرفه ما يكفي. ولو عمل مستمر انا اقول لك تكفي، اما اذا يعني عن ناحيه العمل في بورز يعني انا اقول لك يشتغل العمل
اكثر من يوم، خمس ايام، اسبوع يقعد. ما يكفي، انا اقول لك ما يكفي المصرف. والامور يعني انا ما اقول لك اطفال يعني يقول تفائلوا بالخير تجدوا، لكن الامور صعبه. انا اقول لك الامور صعبه، صعبه الامور. طبعا الناس اغلب الشباب يعني اعتمادهم على خلينا نسميه حتى على اعتماد شخصي. يعني هو معتمد على نفسه. اليوم لما الحاجه السلعه زادت، شراء السلعه زادت، هذا الشاب اللي كان مثلا مصروفه يعني يوميا 5000 ما عاد حتى هذا المصروف يحصله اذا كان يشتغل او ياخذ من اهله. ليش؟ لانه الاهل متخوفين من صرف المبالغ، حتى الراتب ما عاد يكفي. يعني اللي كان يستلم مثلا مليون هسه قيمه راتبه 500000 او 600000 مع ازدياد صعود الدولار، اضافه اللي كان راتبه 500 و400 صار 200000. فالناس في هلع. والشباب طبعا انا عندي كثيرين من الاصدقاء يعانون من هاي المشكله، يعني ما عنده مبالغ مثلا يرفه بها نفسه او يشتري بها احتياجاته، اضافه يعني اثقل على كاهل الاهل. الاهل يعني مساكين، يعني شنو ذنبهم؟ شو يوفرون؟ طبعا بالنسبه للديون عندنا هوايه ديون وهوايه اشخاص يعني عندهم حسابات شهريه. يعني انا قبل قليل اجى زبون كل شهر يسدد، يعني يسوق بين 125 الى 150 140 الف. لما اجى هسه قبل قليل وقلت له حسابك 210 انصدم. ليش؟ يعني بدا يسأل. قلت له يعني انا شنو ذنبي؟ طلعت له القائمه وشوفت المواد بالتفصيل انا كاتبي له حاجه حاجه. سكت المواطن فنطاني جزء من المبلغ وقال الجزء الاخر بعدين. فاني يعني لازم اسامح وياه وراعي الحاله اللي عايشيها الناس حاليا. يعني سابقا كان سعر اللحم مال الغنم ب 12000 والعجل ب 10000 والشرح ب 12000. هسه اليوم بهذا الوقت الغنم ب 16000 حتى ما يسد. ذاك الوقت كان بيع زين، صرف زين، حتى ابو الدخل المحدود، اصحاب الدخل المحدود يشترون، اقبال قوي على الاسواق. اما اليوم لا، اختلفت الشغله، الذبح صار قليل، العالم اصحاب خصوصا اصحاب الدخل المحدود ما حد يشتري، قليل نادر تلقى ذاك يعني شيء قليل ياخذ. السبب هذا كله الارتفاع بالاعلاف. سابقا كان سعر طن الشعر ب 300، اليوم يسجل بالسوق 700 وزين بالمناسبه. يعني الاشهر السابقه اللي فاتت قبل 4 اشهر و5 اشهر كان طن الشعير ب 900، اليوم ب 700 ونقول همينا نعمه زين. هذا طن الشعير. هسه السوق الاسواق اللي عندنا هسه راكد، فقط لاهل الرواتب، اهل يعني حتى ابو الدخل المحدود يجي ياخذ بس شيء قليل، يا دوب يسد حاجته بي لو الاهله. الدولار اثر بشكل كبير على اهل العلوه، لان احنا لو الدولار هابط او يعني شيء يعني زين سعره، كان ابو العلوه المستورد الشعير اللي هو يتعامل بيه بالدولار، فهو مضطر هم يعني ابو العلوه يرفع السعر علينا. فكلها هاي تاثر اللي احنا نجيب الحلال من الاسواق هم يعني كل شيء غالي. يعني قلت لك ب 16 وما يسد، 16000 وما يسد، المفروض هو ب 17 يلا يا دوب يصرف عدل. العالم مو كلها تشتري، بس قلت لك اصحاب الرواتب اللي حالته زينه، اللي ذاك من ذاك، اللي ابو اصحاب الدخل المحدود لا ما يقدر نهائيا.